بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا مشاهدي قناة القرآن الكريم، أينما كنتم وحيثما وجدتم، نرحب بكم في رحاب عدد أول من برنامجكم الذي سيرافقكم طيلة هذا الصيف، برنامج وصال، فيه فضاء نتواصل فيه وإياكم مشاهدينا الأفاضل، ونستمر معكم دائما في ضوء هذه الشبكة الصيفية، نحدثكم وتحادثونا، نتواصل معكم من خلال هذا البرنامج الذي يأتيكم على المباشر ويستمر معكم إلى غاية 5:30 بحول الله سبحانه وتعالى. المواضيع دائما تتكفل بالإجابة على بعض الإشكالات الاجتماعية وإعطاء بعض الحلول لهذه الإشكالات. يشرفنا مشاهدينا الأفاضل أن تبقوا معنا وأن دائما تتواصلوا معنا من خلال أرقام الهاتف التي ستظهر من حين إلى آخر في أسفل الشاشة. سنحدثكم ونناقش وإياكم مشاهدينا الأفاضل في هذه الأمسية وتحت عنوان وليال عشر عن فضل هذه الأيام الأول من ذي الحجة المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بركة لنا ولكم مشاهدينا الأفاضل. سنتحدث في كثير من النقاط عن فضل هذه العشر الأواخر، كيف العشر الأوائل عفوا، وكيف نغتنمها أحسن اغتنام، ألا وهي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وما هي الأعمال التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى أكثر فأكثر. مشاهدينا الأفاضل، أتشرف بأن أناقش هذا الموضوع مع الأساتذة الكرام. أستاذ محمد زغداني، مرحبا أستاذ، وعمت مساء. شكرا أخي أمين، السلام عليكم وعلى المشاهدين الأكارم وعلى أخي عبد النور، وإن شاء الله بداية موفقة في هذا الفضاء الجديد وفي أولى حلقات وصال في أول أيام شهر ذي الحجة. الله يبارك فيك أستاذنا، على الهواء مباشرة وعلى الهواء الطلق، ربي يبارك فيك. أستاذ عبد النور لهياني، مرحبا أستاذ. مساء الخير أستاذ أمين، مساء الخير لمشاهدي قناة القرآن الكريم، وسعدت أي مسعدة أن أكون مع شيخنا الزغداني حفظه الله ونعم. أستاذ عبد النور غاب ثم جاء مع وصال. نعم. نتواصل وإياكم مشاهدينا الأفاضل. أستاذ محمد، حتى نوطئ لهذا الموضوع، ربما لا يخفى على مسلم، لا يخفى على من يتابعنا، أن هذه الأيام، الأيام الأول العشر من شهر ذي الحجة، هي أيام فيها البركة وفيها نفحات ربانية تتنزل على عباد الله سبحانه وتعالى. في البداية لعلنا نتحدث على هذه النفحات التي منحنا الله سبحانه وتعالى كنعمة علينا أن نشكرها في البداية. نعم، ولعلنا بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام. لعلنا نفتتح بتوفيق من الله سبحانه وتعالى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لله في أيام دهره نفحات فتعرضوا لها. معناها أن الله سبحانه وتعالى في كل مرة يعطي للمؤمن فرصة، كأنه في سباق ويعطيه جائزة حتى يحفزه أكثر، وهذه الجائزة إنما هي يعني مضاعفة في الأجر، مضاعفة في الحسنات، يعطي موسما من المواسم سواء الزمانية أو المكانية. ومعلوم لدينا نحن المسلمين أنه هنالك أزمان أفضل من أزمان وأماكن أفضل من أماكن أخرى. إذا تحدثنا عن الأماكن فنتحدث عن الحرمين، الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وهي في الحرم النبوي بمئة ألف صلاة، معناها أو في الحرم المكي عفوا بمكة المكرمة بمئة ألف صلاة. والأزمنة أيضا الله سبحانه وتعالى جعل العشر الأوائل هذه من شهر ذي الحجة غير بقية الأيام، وجعل العشر الأواخر من شهر رمضان غير هذه الأيام، وجعل ربما حتى في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة يوم اللي هو يوم عرفة مميز عن بقية الأيام، وهكذا. الله سبحانه وتعالى يعطينا هذه النفحات ربما حتى نجدد الطاقة في أنفسنا، ويكون هنالك تحفيز لعبادة الله سبحانه وتعالى. روتين الحياة ربما قد يؤدي بالإنسان أنه الرتابة والملل ويعني كل شيء يعني يتكرر، فحتى تمل نفس الإنسان، والإنسان ملول بطبعه. فالله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق الإنسان وأعلم بحاله وأعلم بخلقته وخلقه، في كل مرة يعطيه محفز حتى يتنافس الناس، ولهذا يقول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، حتى أنه الجنة لم يجعلها الله عز وجل واحدة، إنما جعلها درجات وأعلاها الفردوس الأعلى. وحينما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، معنى هذا من باب إعلاء الهمة، وأن لا يقول الإنسان بمجرد ندخل الباب فقط، بل يطلب الفردوس الأعلى، والفردوس الأعلى يقتضي منه أن يضاعف العمل ويزيد في العزيمة وينصب، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب، بمعنى اتعب
على حتى تحصل هذه الدرجات وحتى ترتقي في هذه المراتب. وحتى حافظ القرآن الكريم يعني إذا تحدثنا عن المراتب، كلما حفظ شيئا كلما ازداد درجته عند الله عز وجل. ولهذا نتذكر دائما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى، يعني كلما قرأ كلما زاد رقيه، فتكون درجته بآخر آية يقرأها. فالذي يحفظ عشرا يعني عند عشرة، واللي يحفظ ستين يصل عند ستين بإذن الله عز وجل. فهذا كله من باب التحفيز ومن باب أن الله عز وجل يمن على خلقه. نتأمل أيضا لو رجعنا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدثنا عن الأمم السابقة، كيف أن أحدهم كان يجاهد في سبيل الله 1000 سنة، وأعمار أمتي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين 60 و70. فالصحابة رضوان الله عليهم وهم يسمعون حديث النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوا أعمارهم، كنا نعيش 60 ولا 70 سنة مقارنة بألف سنة. نعم، مقارنة بالذي يجاهد في سبيل الله، موش عمره فقط، يجاهد في سبيل الله 1000 سنة، شوفوا الأجر اللي عنده. فيخبرهم أو يتنزل القرآن الكريم في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليلة واحدة تعدل 1000 شهر. وربما هذه النفحة من نفحات الله عز وجل التي نعيشها هذه الأيام ابتداء من هذا اليوم حتى اليوم 10 من شهر ذي الحجة، وهو اليوم العيد بإذن الله عز وجل، هذه فرصة أخرى يمنحها الله عز وجل. والمؤمن حينما يدخل هذه العشر أول شيء يحمد الله سبحانه وتعالى أن أمد في عمره حتى شهد هذه الأيام، لأنه لا ننسى ليس في هذه الجائحة فحسب، بل في كل الأيام التي عشناها هنالك مناسبات نوشك أن ندخلها، وكثير من الناس نفقدهم بالوفاة وانتهاء أجالهم. فالإنسان وهو يخطو الخطوة الأولى في هذه الأيام أول شيء يحمد الله عز وجل أن أمد الله تعالى في عمره فعاش هذه الأيام المباركة، وتكون له عزيمة على أن لا تكون هذه الأيام كبقية الأيام الروتينية، ينام كما كان ينام ويأكل كما كان يأكل ويعبد كما كان يعبد، وتمر هذه الأيام وكأنها لا شيء ولا حدث في حياته، بل تكون له عزيمة على أن يشمر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمر في العشر الأواخر، وهو الذي يحدثنا أو تحدثنا عنه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان إذا حلت العشر الأواخر شد مئزره وطوى فراشه وأيقظ أهله وأحيا ليله. هذا في العشر الأواخر من شهر ذي الحجة، شهر رمضان. رمضان في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هو الذي يحفزنا صلى الله عليه وسلم، وربما نتحدث عن فضلها. لا أشك وأنا على يقين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم لم يكونوا أقل عزيمة في عبادة الله عز وجل منهم في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. ما يبارك فيك أستاذنا، وكما أشرت نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذه الأيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يغتنمها خير اغتنام. أستاذ عبد النور، تحدثنا عن النفحات بالمجمل وهي التي توافق أماكن معينة كما قال أستاذنا مفضلة على غيرها، وأزمنة كذلك مفضلة على غيرها. هذا الزمن الذي سندخله هذه الأيام وهي عشر، ربما الإنسان عليه أن يدرك في البداية فضل هذه الأيام على سائر أيام السنة حتى ثم فيما بعد سيغتنمها خير اغتنام. نعم أخي أمين، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا ربي على سيد الخلق أجمعين. نبينا عليه الصلاة والسلام عن هذه الأيام يقول في حديث له: ما من أيام أفضل عند الله من هذه الأيام، يقصد بها عشر ذي الحجة. ونجد الله سبحانه وتبارك وتعالى قد أقسم بها في القرآن الكريم فقال: والفجر وليال عشر. نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأعمال. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يعد بذلك من شيء. لا شك أنما كما تحدث أستاذنا الفاضل في آخر كلمته عن الصحابة رضوان الله عليهم وكيف كانوا يعني يغتنمون الفرص، لأنه عرف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالعابد الموسمي أو بالعابد، كان النبي صلى الله عليه وسلم على عبادة متواصلة ديمة. ونحن هذه الفرص وكأنها توصلنا من فرصة إلى فرصة أخرى، ما دمنا في العدد الأول من وصال فنحاول دائما أن نأتي بكلمة الوصل. فوكأن الله سبحانه وتبارك وتعالى يعطينا مناسبات، كنا في عيد الفطر والأيام العشر الأواخر من شهر رمضان، اليوم عندنا العشر الأوائل من ذي الحجة. وما يتصورش أنه الإنسان أنه هذه العمل الصالح هو مقرون بالأضحية فقط أو بالصيام فقط، بل العمل الصالح
يعني فيه فسحة وهو كثير، ما من أيام العمل الصالح فيها. فبر الوالدين عمل صالح، واحترام الآخرين عمل صالح، المواظبة على الصلاة أمر صالح، ومن المفروض أن الإنسان دائما يحافظ على الأشياء، الخطوط العريضة اللي احنا دائما نعيش فيها، مثلا الصلوات، توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، قراءة القرآن، إفشاء السلام، من المفروض أشياء تمشي في حياتنا، تسري في حياتنا يوميا. لكن لما تأتي الفرصة عشر الأوائل من ذي الحجة، الإنسان ما يبقاش مكتوف في الأيدي وما يبقاش يتحجج، لأنه الكثير من إخواننا اليوم يتحجج يقول لك والله رانا في أزمة ورانا في حالة. من المفروض أن الإنسان لما يكون في أزمة تكون عنده همة، وتكون عنده أنه يبادر بالأشياء الإيجابية التي بها تسمو النفس وبها تزكو في الدنيا والآخرة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نتكلم مثلا عن علو الهمة، كانت لديهم همة كثيرة. سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو يشوف أصحابه يعني يعتق الرقاب، سيدنا أبا هريرة ما بقاش مكتوف اليد، بدأ العبادة بعبادة أخرى. كان يستثمر فيما هو متاح له. كان يستغفر في اليوم 12 ألف مرة، ربما يعدها غلسا في زماننا، لكن هي بسيطة. سئل سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه علاش راك تدير هذا الشيء، قال لهم الصحابة زملاء يشوفوا واش راهم يديروا في اليوم، يعتق رقبة تساوي 12 ألف درهم، فأنا بدلت شيء آخر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تأخر عن صلاة الجماعة، وإحنا اليوم ما نش نتلقى في المساجد، لكن هذا يعني سنؤجر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له قال، يعني في معنى الحديث أن الله عز وجل سيكتب للمريض والمسافر أجر الصحيح المقيم. فما دمنا في رخصة وما دمنا في مشكلة، فالله سبحانه وتبارك وتعالى يأجرنا على ما فيها. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تخلف عن صلاة، فتصدق بأرض شحال القيمة تاعها، 100 ألف درهم، يعني ثمن تاعها غالي. لذاك أنا ونحن اليوم نعيش في العشر الأوائل من ذي الحجة، يجب أن لا نبقى مكتوفي الأيدي، ونحن نعيش هذا الحجر الصحي، ونعرف أن الكثير منا غير عاملين، فلا بد أن نبادر بالإحسان إليهم، أن نبادر بامتثال أوامر الحجر الصحي أو غيرها من التوجيهات الطبية. فالإنسان لابد أن يغتنم هذه الفرصة، وتكون نيته خالصة لله سبحانه وتبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، إلى آخر الآيات الكريمات. الله يبارك فيك. والخير والعمل الصالح لا ينقطع دائما، الإنسان المؤمن دائما يبادر إلى اغتنام هذه النفحات واغتنام هذه الفرص حتى يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أستاذ محمد، لعل المشاهد وأنا أنوب عن المشاهد أتساءل، ما هي الأعمال التي يمكن أن نغتنم فيها هذه العشر الأوائل من ذي الحجة حتى تكون لي زادا يوم الآخرة، حتى أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فيما هي الأعمال التي أبادر إليها؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام، ودائما نأخذ ما نقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن كتاب الله عز وجل، نرجع الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، معناها الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى بأنه ذروة سنام الإسلام، أعلى شيء موجود في الإسلام أن يضع المسلم روحه على كفه ويقدمها رخيصة في سبيل الله، هذا هو الجهاد. معناها هو لا يدري هل يرجع أم لا يرجع، يعني لا نتصور أنه بشريا، وحتى بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هنالك ما هو أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول أن العمل الصالح أفضل من هذا العمل، يعني أباءنا الذين شهدوا الجهاد لتحرير بلادنا، ومنهم من استشهد ومنهم من لازال غير مبدل ولا مغير، شهدوا تلك الشدة، شدة الجهاد في سبيل الله، وأن يجرح أحدهم وأن يصاب وأن تصادر أمواله وأن يهجر من بيته وأن تهدم عليه بيته وأن يقتل أولاده، يعني كل ذلك ربما المعاناة التي عاناها. أقول هذه المعاناة حينما تضع في كفة، والعمل الصالح في هذه الأيام في كفة، لعل العمل الصالح أفضل من ذلك العمل، ليس انتقاصا من ذلك العمل الذي قدمه أباؤنا، وسواء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أباؤنا في الجهاد، بل من أجل أن نضع الناس في، نحفز الناس في قيمة الشيء الذي سيقدمونه في هذه الأيام من العمل الصالح، لأنه كما يقال عملنا هنا أو كلامنا هنا وتحفيز للناس أن نحسسهم بأهمية شيء،
أنه هذه الأيام هي فرصة قد لا تتكرر، يعني من يدريك إذا قلت معليش هذا العام جائحة ورانا في حجر صحي والله تعبانين نفسيا وما نمشي ملاح، خلي العام الجاي إن شاء الله حينما تحل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة سوف أعزم وسوف وسوف. لا، سوف كما قال عنها سيدنا علي أعتقد أنها جند من جند إبليس، معناها هي التي تجعل أعمالك تؤخر وقد لا توفق في أن تقوم بها وقد يحل أجلك قبل ذلك. فأقول من باب التحفيز هذه الأيام هي فرصة علينا أن لا نضيعها. ثم يستدرك النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه إلا رجل، شكون هو هذا الرجل اللي أفضل منا إذا قدمنا ومهما قدمنا ومهما قدم الناس، خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، خرج مجاهد في سبيل الله ومعه كل ماله كما كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم، كما كان بعض أبائنا رضوان الله عليهم هم أيضا ورحمة الله عليهم ونحتسبهم عند الله من الشهداء أحياء، خرج وعاد ولم يعد من ذلك بشيء، معناها قتل شهيدا، والشهيد عند ربه سبحانه وتعالى حي ويغفر له أو عند أول دفقة من دمه ويلبس تاج الوقار، اليقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهله، إلى غير ذلك من الخصال الكثيرة جدا التي عددها النبي عليه الصلاة والسلام في الشهيد. هذا فقط يفضلك أنت الذي تشاهدنا الآن، إذا أردت أن تكون قريبا منه وأفضل حتى من الجهاد في سبيل الله فبأعمال بسيطة يمكن أن تؤديها في هذه الأيام، فتكون مع هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. حينما نفصل ما هو العمل الصالح، العمل الصالح نرجع دائما إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث القدسي يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أنا أحب شيء نتقرب به إلى الله عز وجل في هذه الأيام ما هي؟ هي الفرائض التي حددها ربنا سبحانه وتعالى. وحينما نقول فرائض نذكر شعائر التعبد المعروفة، شهادتين زائد 4، الصلاة والزكاة والصيام والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وبعد هذه الشعائر التعبد الأربع نأتي إلى كل عمل بر، كل عمل خير. صلة الرحم كما كان يذكر فضل الشيخ هو من العمل الصالح، ذكر الله والتسبيح هو من العمل الصالح، قراءة القرآن الكريم هو من العمل الصالح، كل شيء فيه نفع للآخرين فهو من العمل الصالح. ودائما نرجع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفرائض، عفوا نحن تحدثنا عن الفرائض ثم تأتي بعد ذلك النوافل، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما تقرب إلي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، يعني يصبح إنسان رباني لا يتحرك حركة ولا سكنة إلا وفق أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه النوافل هي الأصل فيها أن يبدأ الإنسان أولا بالقاعدة أو الحد الأدنى إن صح التعبير وهي الفرائض. ما يجيش واحد مثلا ينام عن صلاة الفجر أو يؤخر صلاة الظهر والعصر يصليهما معا في وقت صلاة العصر، أو يأتي إنسان يجمع الصلوات الخمس مع بعضها ويقول لك أنا أعمل صالحا، تفرط في الأصل اللي هو الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليك. صحيح أنك لن تستطيع أن تعبد الله عز وجل بفرائض كالصيام لأنه في رمضان، أو كالحج لأنه مرتبط بمكان وزمان محددين، أو ربما كالزكاة إن لم تحل عليك وقتها. إذا كان الإنسان وقت زكاته في هذه الأيام العشر فيا فضله، يعني عنده فضل عظيم في دفعه للزكاة. فإذا لم تكن لك فرائض أو أديت الفرائض تأتي بعد ذلك إلى النوافل. نوافل حينما نتحدث عن الصلاة، نوافل الصلاة الرواتب، الضحى، القيام الليل، كل ما يتعلق بالصلاة من حيث الرواتب. إذا تحدثنا عن الزكاة نتحدث معها عن الصدقات، وخصوصا نحن في أيام جائحة كما ذكر فضل الشيخ، كثير من الناس فقدوا أعمالهم، وجدوا أنفسهم بطلين بين عشية وضحاها، ظروف الحجر الصحي وحياة الناس ربما مقدمة على حتى معاشهم، ويمكن وهنا نستدعي الناس ليتعاون بعضهم مع بعض. الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهنا تأتي هذه المبادرة الصدقة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم برهانا، والصدقة برهان. لماذا برهان؟ هي دليل على كونك مؤمنا حقا. ما يكفيش أنك تقول أنا مؤمن أنا مؤمن أنا مؤمن، ما هو الدليل؟ حينما تخرج من جيبك ما تعبت عليه مدة من الزمن، ربما خاطرت حتى بنفسك في أسفار وربما في تجارة في زمن الاحتياج، نعم، فحينما تقدم فهنا هذا برهان، دليل على أنك، وخصوصا كما قلت في زمن الاحتياج، ويصادف زمن الاحتياج العشر الأولى من شهر ذي الحجة. حينما نتحدث عن الصيام ليس هنالك الصيام لشهر رمضان وهنالك نوافل،
فتتقرب إلى الله عز وجل بصيام النافلة، وخصوصا في اليوم التاسع منه اللي هو يوم عرفة، وربما سيكون فرصة للحديث يعني يوم عرفة وفضل الصيام فيه. إذا خرجنا من هذا نجد كل أعمال البر والخير التي تتطلبها أو يتطلبها الوقت كما ما يسميه الفقهاء بواجب الوقت. واجب الوقت الآن ما هو؟ ونحن نعيش جائحة ونرى الناس يمرضون ومنهم من يموت بسبب هذا المرض، واجب الوقت أن تساهم في الحد من انتشار هذا الوباء. بماذا تساهم؟ تساهم أولا بالتزامك أنت، أول واحد، كل واحد يبدأ بنفسه، ألتزم بأن ألتزم قواعد الوقائية من أجل الاحتياط من هذا الداء، بأن ألبس القناع إذا كنت في مجموعة ولا كنت في مكان فيه أناس آخرين حتى لا أتسبب في عدواهم إن كنت مريضا، أو حتى لا أصاب بالعدوى إن كان غيرهم مريض وأنت لا تعرف، ربما خصوصا في البدايات المرض لا يكون واضحا ولا يكون معروفا. أن ألتزم بأن إذا كنت مصابا، وهذه هي الكارثة ربما التي نراها بشكل يومي، وأستسمحكم أن أستطرد شيء أما لأنه الظرف يقتضي أن نستطرد في هذا الموضوع تحديدا، أنه بعض الناس مريض ويصاب بالمرض، يدخل المستشفى، يخرج المستشفى، يبدأ يتعافى ولا يلتزم الحجر لمدة 14 يوم أو حتى أكثر، ويخرج يخالط الناس في أسواقهم ويخالط الناس في مجامعهم فيصابون بالعدوى منه. هذا الإنسان الذي هو مريض ثم يخرج للشارع حتى يصاب الناس بعدواه، هذا آثم عند الله سبحانه وتعالى. نحن دائما نستحضر ما قاله الله عز وجل في حق بني إسرائيل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إذا أنت كنت سبب في قتل واحد كأنما قتلت الناس جميعا. ومن أحياها، وربما هنا الخطاب موجه لإخواننا من الطواقم الطبية الذين يقدمون من صحتهم لصحتنا، يخاطرون بأنفسهم من أجل صحتنا، فهؤلاء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. معناها واجب الوقت الآن يقتضي منا أنه ننبه الناس، نلتزم نحن في أنفسنا ثم ننبه الناس، ثم حتى الصدقات التي كنا نخرجها مالا أو نخرجها طعاما الآن نخرجها حتى كمامات، نخرجها حتى السائل الهلامي الكحولي الذي يطهر به الناس، مواد تطهير وزعها على المؤسسات، المستشفيات، المؤسسات العمومية. هذه لأنه للأسف الشديد احنا في تركيبتنا الصدقة تساوي عندنا إنسان فقير نعطيه 20 دينار، والأصل أنه الصدقة هي احتياج سواء فردي أو اجتماعي. إذا كان احتياج فردي فقد نصوره في هذا الشكل: إنسان فقير لكن لا أعطيه 20 دينار، أعطيه 20,000 دينار، أعطيه ما يسد حاجته وما يسد رمقه ما يكفيه، أو احتياج اجتماعي يحتاج منا أن نساهم كلنا، ولهذا كانت الأوقاف التي يقفها المسلمون هذه تساهم في الحد من كل ما هو فيه ربما ضرر بالنسبة للمسلمين، سواء في الجهاد فيستنفرون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عثمان رضي الله عنه وأرضاه حينما جهز جيش العسرة، مش قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا أبدا. علاش؟ اشترى السلاح، ما اشتراش الأكل والطعام، اشترى السلاح وجهز به جيش المسلمين. كذلك نحن في هذا اليوم حينما نشتري هذه المواد الوقائية ولا حتى الطبية ولا نساعد فيها، وهنا ونحن نرى بعض المستشفيات التي تنقصها حتى الأكسجين أو المولدات الأكسجين التي يستخدمها هؤلاء المرضى، احنا الأغنياء والأثرياء منا الذين تعلموا أنه الصدقة الجارية هي أنه يشتري مصحف للمسجد، وأنه ينفق في المساجد، نعم، أنه يشتري كيس من الإسمنت ويقدمه المسجد، لا، روح اشتري جهاز توليد ليس كهرباء إنما توليد أكسجين وقدمه كهبة كوقف لبيوت الله، لبيوت الله أيضا حتى هي المستشفيات، حتى ينتفع الناس منك. وهذا من العمل الصالح الذي نتقرب به الله عز وجل. ربما أطلت شيئا ما، لكن الأمر أرى أنه يستدعي نحتاج إلى أن نذكر أنفسنا في هذه الجائحة أنه العمل الصالح ما هوش أنه نسبح، لأنه هذه كلها ترجع لي أنا، وربما حظوظ النفس. الواحد حتى كي تقول له صدق يقول لك معليش نصدق على اختي، معليش نصدق على اخوي، يعني حظوظ النفس تبقى غير دور في الحواشي، يتبع شيئا من هواه، نعم. بينما حينما تقول له لا هذه لازم تخرجها للخارج يستثقلها. وعلى هذا دائما ننبه، ولهذا الصدقة برهان، نعم، معنى انها تبرهن على صدق ايمان ذلك الشخص. نعم، الله يبارك فيك استاذنا. نحتاج الى ان نذكر انفسنا في هذه الايام، خصوصا هي أيام مباركات، ولكن في هذا الظرف الاستثنائي كما كان يشير أستاذنا
محمد نحتاج إلى أن نتكاتف وأن نتكافل فيما بيننا، نقدم المساعدة لبعضنا البعض كل في مجاله، على الأقل بالالتزام بقواعد الحجر الصحي والقواعد الصحية عموما. أستاذ عبد النور، أتى نعم على أخي. كل شيء أستاذ محمد، أتى على كل أعمال البر. ما زال أنا أود أن أكمل نقطة وبعد ذلك أعطيني ما شئت. الله يبارك فيك. شيخنا محمد زغداني تكلم على كثير من الأشياء التي نتنافس فيها ونعرفها. هناك عمل صالح آخر ويتغافل عنه الآخرون، يتغافل عليه بالعاني. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لأنه من المفروض أنه لما تأتيك فرصة وتعرف بأنه كاين توبة وكاين بأنه يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فمن المفروض أنك ترد المظالم إلى أهلها. حتى الإنسان اللي راه يظلم الآخرين، ما نعرف كثير من الحالات أنه إنسان ناس مرضى ويقول لك راني لبس بي، وأنا أول أمس تواصلت مع إنسان أدري بأنه مريض وش رأيك؟ قال لي مانيش مريض، مريض بالكورونا. نعم مريض بالكورونا، كثير من الناس يخفي هذا، وولاده يلعبوا معه داخل البيت. للأسف لما تلقى إنسان كهذا يتصرف هكذا التصرف، فتعرف بأنه هذا الإنسان كيف يعني ضميره، كيف سيلقى الله سبحانه وتبارك وتعالى عندما يقف أمامه وقد تسبب في قتل نفس. ونعرفه بأن الإنسان القتل الخطأ أو العمدي أو في مذهب غير مالك المذهب الشبه عمدي. استعمل الميكروفون الله يسترك، لأنه فيه شوية رياح. لا. نسائم مشيرها. ما شاء الله. أنا عارفه بأنه القتل هناك ثلاث أنواع، قتل خطأ أو قتل شبه عمدي أو قتل شبه أو قتل عمدي، عمدي شبه عمدي قتل خطأ، كلهم فيهم عقوبات عند الله سبحانه وتبارك وتعالى سواء في الدنيا أو في الآخرة. فالإنسان علاش ما يتقيش الشبهات؟ ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم كذلك ونحن في هذه الجائحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. عندما نكون في الجوائح، عندما نكون في الأزمات، لابد أن نتخلق بأخلاق القرآن الكريم، أخلاق التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف اليوم نحن في هذه، نتمنى ونرجو الله سبحانه وتبارك وتعالى ونحن في العشر الأوائل من ذي الحجة أن نبتعد عن هذه الأخلاق السيئة. من غير المعقول أن نستعمل وسائط التواصل الاجتماعي في القيل والقال أو في الإشاعات أو حتى بعث أشياء لا يحبها الله ولا يرضاها. فمن المفروض أننا تكون عنا يد واحد، لأنه في هذه الأيام لابد أن نعرف يقينا بأن هدفنا واحد وعدونا واحد، هو هذا المرض الذي ابتلانا الله سبحانه تبارك وتعالى. وفي كل هذا الإنسان دائما يكون على يقين بأن الله سبحانه وتبارك وتعالى سيأجره وسيأجرنا جميعا على صبرنا وعلى تلاحمنا وعلى تعاوننا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث قدسي، يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وأنا أريد له الخير حتى أوفيه ما عمله من السيئات، بموت في ولده أو مرض في جسده أو خسارة في ماله، فإن بقيت له بقية ثقلت عليه سكرات الموت حتى يلقاني وليست عليه خطيئة. لربما الله سبحانه وتبارك وتعالى أراد أن يختبرنا في هذه الأيام. شافنا في رمضان تماطلنا، أعطانا فرصة ثانية اللي هي عشر الأوائل من ذي الحجة، ونعرف بأن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ماذا لو التزمنا في هذه الأيام الحجر الجزئي أو الحجر الكلي، وزكت أخلاقنا وأعمالنا، ودعونا الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ لأن الله سبحانه وتبارك وتعالى المعتاد والذي نعرفه أنه في يوم عرفة: انظروا عبادي لقد أتوني شحثا غبرا أشهدكم أني غفرت لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما ذلك على الله بعزيز. فعلينا ونحن في هذه الأيام يعني أن نبحث عن الأشياء التي بها تسكو أنفسنا والتي فيها الأجر والثواب. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. اسمح لي أستاذنا، نأخذ أول اتصال في برنامج وصال من الوفي لكل برامج قناة القرآن الكريم، سيد بن حليمة من تيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لي كل أسد الكرام. والله مش نسمع فيك سي أمين الآن، راك تسمع؟ هذا تسمع فيا؟ أسمعك جيدا بالحليمة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وشكرا لكم وشكرا على هذا الديكور الرائع. يعني الله يبارك فيك، نشكر كل من ساهم يعني في هذا الديكور إن شاء الله. كذلك فيها بالله الشبكة الصيفية. شو سيد الكريم، احنا قد ما نعرف أن
ربي يضاعف لنا الحسنات مقابلها يضاعف السيئات. احنا في هذا العشر الاوائل يعني او في الليالي الاواخر من رمضان كثير من الناس للاسف الشديد ينتهزوا هذا الفرص، وحنا كمسلمين المؤمن للمؤمن يعني مراه اخيه. احنا يعني كمؤمنين كاكو بعضنا فقط. دروك كاين اللي راه ينتهز الفرصه في هذه الايام مثلا يزيد في الاسعار تاع المواشي، حتى بعض الجزاره انسان قال لي يقول لك روح نشري كيلو ولا جوج كيلو تاع اللحم يزيد له فيه، ضيف الى راك عارف حنايا في العيد نبغوا الدواره بوزلوب كذا الى غيره، يعني يزيد له. تخيل انت كاين وين بيعها حتى ب 300,000 ولا مش عارف ولا لا. هذا احنا ماذا بينا، الله يعطيكم الصحه ان شاء الله، نكاكوا بعضنا يعني. الدنيا هذه ثانيه والمال يروح ويجي، وحنا رانا في هذه الجائحه باش نعاونوا بعضنا، ماذا بينا تكاكوا التجار هذو وبعض الموالين ماشي كاع اللي راهم يطلعوا الاسعار في المواشي باش ربي يهديهم يخفضوا شويه. رب العالمين يرفع علينا هذا الوباء باش احنا ندعوا لبعضنا، ورب العالمين يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله. هذه اللي بغيت نقولها، تعطونا الصحه للجميع وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله. مشكور على الاتصال، مشكور على المشاركه، واشاره طيبه الى شيء قد نغفل عنه، وهو كما تضاعف الحسنات قد تضاعف السيئات، نحترس من هذا الامر. وسنناقش هذه النقطه مع الاساتذه الكرام بحول الله سبحانه وتعالى. تفضل استاذ عبد النور. نعم، كنا توقفنا عند نقطه من نفس عن مؤمن كربه نفس الله عليه كربه من كرب يوم القيامه، والحديث طويل في من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. نبقى في الاولى، من نفس عن مؤمن كربه نفس الله عليه كربه من كرب يوم القيامه. نحن لما نعرف بان المجتمع راه في كربه، نعرف بان المستشفيات راهي في كربه، نعرف كثير من اخواننا راهم مكروبين، فمن المفروض اننا نتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تكلم المتصل على الاضاحي، الانسان اذا كان قادر صح، واذا كان ماشي قادر علاش تكلف نفسك؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كثير من اخواننا انه ربما هو عنده مال قليل ولا لا يستطيع، وتجده يكلف نفسه. وهناك بعض اخواننا انه هو لبس به تلقاه داير فاسيليتي في كثير من الاشياء، لكن لما توصل عيد يقول لك ما يجوز الاضحيه نشريها بالفاسيليتي، يعني لربما في برنامج هلا سالوا يوضحوا هذه الاشياء. فمن المفروض اننا نحن نعيش الحدث ما دمنا في العشر الاوائل من ذي الحجه، نشوف احوالنا، ما هي احوالنا. من المفروض اننا نبادر وننافس بعضنا البعض من اجل ان يعني نمر من هذه الازمه، ما نبقاوش يعني نضيقوا على بعضنا البعض، لانه هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي القران ولا من يعني العقل الصحيح، لا يفعل هذا. من المفروض اننا نغتنم الفرصه في العمل الصالح، والعمل الصالح كثير جدا. تكلم الاستاذ زغداني ربما انا ثلاث نقاط ولا اربعه، لكن الناس كلهم يعرفون ما هو العمل الصالح، يعرفون الحلال ويعرفون الحرام، فمن المفروض ان يتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله يبارك فيك استاذ عبد النور، ولعلنا في هذه الايام المباركات كذلك دائما نتساءل ان صح التعبير في تلك المقارنة التي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم، في أن هذه الأعمال تعدل الجهاد في سبيل الله. وربما من يتساءل كيف لربما دعاء، كيف لصدقة ولو كانت بدراهم معدودات، كيف لصلاة نافلة ركعتان ربما بصور قصيرة أن تعدل هذا العمل العظيم. وربما هنا تأتي ربما هذه البركة في هذه الأيام، حتى لا نستقل أعمالنا يعني ولا نستضعفها إن صح التعبير، ونجعلها ربما في ميزان ذلك الجهاد الذي حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. نعم، هو إبليس عليه لعين الله. استنى قبل أن تسترسل في الإجابة، نأخذ اتصال الحجة فاطمة من تيارت. السلام عليكم. السلام عليكم الأخ بنيامين. تفضلي، مرحبا. والسلام على الأساتذة تاعنا اللي منهم نستفيد إن شاء الله يا ربي. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي الحاجة، مرحبا. الحمد لله اللي رانا في هذه سمعينا من الهاتف رجاء. بنيامين احسنوا عوني شوية، راني مجروحة يعني مني فاقدة الوالدة، تاج راسي الله يرحمها يعني ان شاء الله. كما قال لك الحمد لله، ما على فراش الطاعة، الحمد لله نحمد ربي ونشكره.
تعازينا الخالصة. الحمد لله ما تراضي علي ميمتي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي. وآخر كلمة قلت لي خليت لك ربي، الحمد لله، هذه هي النعمة تاع ربي. الحمد لله وتم الأجل تاعها الحمد لله يا ربي. وسامحوني سامحوني تخطيكم في هذا الموضوع. الله يبارك فيك الحاجة. شنقول لك الأخ بنيامين، في هذه الأيام، هذه الأيام راه فيها فضل كبير عند الله عز وجل. أكيد نتمنى غير من العباد يرجعوا شوية لنفوسهم، يكثروا التسامح، تسامح 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 من بعضهم البعض. هذه راهي حاجة، نعمة كبيرة عند ربي، ربي سبحانه عز وجل وراه يسامح. نتمنى لهم في هذه الجائحة إن شاء الله يا ربي يرفع علينا الجند تاعو إن شاء الله يا رب. ونتمنى إن شاء الله يا ربي تكاثر تكافت يعني في الصدقات لوجه الله الكريم سبحانه عز وجل. لو كان نشوفه مشي غير في العشر الأواخر هذو، ولا العشر الأواخر تاع شهر رمضان، ولا العشر هذو تاع ذو الحجة، راه العام كامل، العام كامل يبغينا فيه الله عز وجل. خاصة 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 هذه العشر الأواخر هذه تاع شهر العيد، وهذه الأيام الفاضلة اللي كثر فيها ركين بحظ الإخوة إن شاء الله يا ربي. نتمنوا لهم يدعونا بالصبر اللي راهم صايمين، إن شاء الله يا ربي يدعونا بالصبر بالصبر بالصبر، يعاونونا بالصبر، وندعو لخيوتنا اللي راهم في المستشفيات إن شاء الله يا ربي يشافيهم ويعافيهم إن شاء الله يا ربي. آمين. ونتمنى إن شاء الله ربي يقوي هذو كل جند، هذو كل الطب وهذو كل الفرمليات وهذو إن شاء الله يا ربي يقويهم إن شاء الله يا ربي يقويهم. ربي يحفظك الحاجة. نتمنى الأم عزيزة عليا، أم هاجر اللي من تلمسان واصلت لي التعازية مع المشايخ، نشكرها كثير وتدعي لي بالصبر، فكأنها هي أمي ثانية إن شاء الله يا ربي. واسمح لي أخي بنيامين وطلبوا لي الصبر لأن الله ربي يعطيكم الصبر إن شاء الله. تعازينا الخالصة، ربي يعطيكم الصبر إن شاء الله، وربي يعوضكم إن شاء الله، إن شاء الله تكون من أهل الجنة إن شاء الله يا رب. اتصال آخر. أمينة من تيبازا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمينة من تيبازا، فقدنا الاتصال بأمينة، إن شاء الله تعيد الاتصال بنا حتى نستمع إلى مشاركتها. تواصل معكم مشاهدينا الأفاضل، تواصل مع أستاذنا محمد في ألا نستقل أعمالنا حتى وإن كانت مقارنة بالجهاد وهو عمل عظيم كبير. نعم، لعل المؤمن دائما وهو يقدم عمله لله سبحانه وتعالى، من صفات المؤمن أنه يتقال عمله، يقول كذا عمل بسيط وعمل يعني أن يتقبل الله عز وجل مني، أن يجعل الله عز وجل هذا العمل البسيط هي صدقة ربما وركيعات كما ذكرت، أو شيئا من تلاوة القرآن أو تفريج كربة عن مؤمن، أن يتقبله الله عز وجل مني. نقول له كلا، إن أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه. فلابد أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل كما قال جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة، إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. الفلو هو صغير الحصان، حتى حينما تراه حينما يولد لا يستطيع أن يقوم حتى على قدميه، فتحتقره يعني تقول هذا راح بعد ست أشهر فقط يتحول إلى حصان تستطيع أن تركب عليه ويقطع بك المسافات. قياس مع الفارق، الصدقة التي تحتقرها أنت أو العمل الذي تحتقره أنت منك لأخيك المؤمن من المؤمنين، هذه بين يدي الله عز وجل سوف تدهشك، خصوصا إذا قدمتها في هذه العشر الأولى من شهر ذي الحجة. هذا بالنسبة حتى لا يتقل إنسان ولا يثبطنه إبليس عليه لعائن الله، لأنه إبليس دائما يأتينا في ثوب الناصح. وقديما البصيري رحمة الله عليه قال: والنفس والشيطان فاعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. يعني نفسك الأمارة بالسوء ولا إبليس كيجوا ينصحوك بشيء لازم نقول له هذه ما دام نصحني إبليس بعدمي أو بهذا الشيء ففيه إن كما يقال.
وعليك أن تتثبت قبل أن تفعل، أو عليك أن تتثبت أيضا إذا نصحك إبليس بأن تتوقف أنه في ذلك الخير. وإبليس فقيه يعلم درجات الأعمال، فهو يصرفك عن العمل الأعلى للعمل الأدنى. إذا لم يستطع أن يؤدي بك إلى الحرام فإنه يصرفك عن العمل الأعلى درجة نعم إلى الأدنى. ربما أردت أن أعقب تعقيبه لو يكون بسيط على ما ذكره الأخ المتصل من بالحليمة. نعم بالحليمة، نعم وهو أمر مهم جدا. نحن دائما نفكر في الاتجاه الإيجابي أنه العمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل، وننسى العمل السيء. وقد كان حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كما يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا فقه آخر من فقه حذيفة رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا أيضا من عمل السيئات، والله عز وجل قبل ذلك حينما ذكر البيت الحرام عفوا ومقام البيت الحرام قال: ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. معناها البيت الحرام عنده مكانة، مثل ما يتضاعف فيه الأجر فإن الوزر يتضاعف فيه والعياذ بالله. فكذلك هذه الأيام الفاضلة، وهذا ما حدث به الفقهاء حتى عن العشر الأواخر من شهر رمضان، بما أنه زمان فاضل يزيد فيه الأجر فكذلك يتضاعف فيه الوزر. ولذلك من باب النصيحة حتى النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له أبي ذر على ما أعتقد: فإن لم أجد خيرا أقدمه، قال: تكف شرك عن الناس، يعني ما تديرش الشر، فإنها صدقة عليك. يعني إذا ما درتش الشر فهذا يكتب لك خير بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيك أستاذ محمد، والإشارة الطيبة إلى تجنب السيئات، وخصوصا في تعاملاتنا مع الآخرين، وفي تلك المعاملة التي ربما دائما نتحدث عنها، أن تكون في أحسن حال، وأن يجدنا الله سبحانه وتعالى حيث أمرنا، وأن لا يجدنا حيث نهانا. أستاذ عبد النور، لعل هذا الظرف كما أشرنا منذ قليل من خلال مداخلاتكم ومن خلال شروحاتكم، أن هذا الظرف استثنائي يستوجب تلاحما ويستوجب تكافلا بيننا جميعا، وربما هذا الظرف الذي يظهر فيه قيمة الإنسان أولا وقيمة المؤمن في هذا الظرف الحساس، وهو ظرف صحي. الكثير من الناس قد يغامر بحياته وحياة الآخرين ويستهين بتلك الإجراءات، حتى نوجه أنفسنا ونوجه الآخرين كذلك، لأن هذا الالتزام كذلك هو داخل، أشار إليها أستاذنا محمد منذ قليل، إلى صنوف البر التي يمكن أن يتقرب بها الإنسان إلى ربه. نعم، الله عز وجل قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فمن المفروض أن كل إنسان يلتزم بهذه قواعد الوقاية، سواء وضع القناع الواقي أو غسل اليدين أو التباعد الاجتماعي أو التباعد الجسدي. هذا من المفروض أن كل إنسان يقوم بها، وهي أخذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم كفرارك من الأسد. وحديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعل بينك وبين المريض، في معنى الحديث، قدر رمح أو رمحين. فمن المفروض اللي يقول أن حب النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل أحاديثه: تحصل إلها وأنت تظهر حبه. هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الكثير من الناس، ويا للأسف، أنه لما نتكلموا على المرض هذا يتكلم عليه باستهزاء، لما يتكلم الإمام يستهزئ بالإمام، لما يتكلم الطبيب يستهزئ بالطبيب، يحتكم لعقله. يحكي لي قبل أيام أحد الأطباء، تكلم الإنسان في الهاتف، قال له: عندي واحد راهو في المريض في السبيطار وطاولوا ثلاث مو، قال له: إن شاء الله. الطبيب قال لي: طمأنته إن شاء الله يريح. هذا المتصل قال له: شيخ زعما، قال طبيب متارك مأمن باللي كاين المرض. يعني سألوا على أحوال المريض، بعد ذلك الطبيب قال لي: قلت له سهلة، أرواح، نعطيك الوسائل الوقاية، الكومبيليزون هذاك والليليغون والكمامة وندخله. قال له: لا، راك حاب تقتلني. يعني ينتقد في نفس الوقت. احنا اليوم الله عز وجل في القرآن الكريم عندما نتكلم عن المتطوعين يقول: والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. اسمعي أستاذنا، نتوقف مع أذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الجزائر العاصمة وما قربها من وتر. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نجدد التحية إليكم مشاهدينا الأفاضل، نسألف وإياكم نقاشنا حول فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة والأعمال التي يمكننا أن نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قبل أن نعود للنقاش، بلغنا
نبأ وفاة والدة الأستاذ محمد بوزيان الشيخ من شيوخ قناة وجه معروف من أوجه قناة القرآن الكريم. تعازينا الشخصية وتعازي كل من ينتسب إلى هذه القناة وعلى رأسهم المدير وربما في قادم المناسبات إن شاء الله ربما نتحدث عن هذه الجائحة وما ألحقته بكثير من الأرواح حتى نتجند لهذا الحدث. إذن تعازينا الخالصة للأستاذ محمد بوزياني لكل عائلته لكل من يعرف الفقيدة. قلت باسمي وباسم كل من ينتسب إلى هذه القناة وعلى رأسهم المدير فؤاد عميور. إذن نعود لنقاشنا أستاذ عبد النور في هذه المسألة في أن نتكاتف في هذه الجائحة وهي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لابد أن نتكافل، لابد أن يكون تكافلنا يعني دائم وعملنا يعني في كل لحظة وحين. كنت توقفت عند نقطة، والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. كثير من إخواننا سامحهم الله تجد أن هناك من يعمل جاهدا وقته ليله ماله يود أن يساهم في إعانة إخوانه، لكن هناك للأسف بعض الناس تجدهم استفادوا من التكنولوجيا الحديثة التعليق، تجده يعلق آناء الليل وأطراف النهار، هو وش عمل ما زال لم يعمل. الله سبحانه وتبارك وتعالى قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. احنا أمرنا بأن نعمل وأمرنا بأن نخلص النيات لله سبحانه وتبارك وتعالى، فالذي يتدخل في مقاصد الآخرين أو في نياتهم يكون قد تدخل في صلاحية من صلاحيات الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهو وحده من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في هذه الجائحة لابد من حسن الأعمال، أنه لما نروح للطبيب نتعامل معه بلطف، قل له السلام وش راك وش حوالك، لا نعنفه. النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم قال ما دخلت في الإسلام إلا بتبسم محمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم في وجه الكافر. احنا اليوم على بالنا بلي انا في ظروف، على بالنا بلي تحس بيمك راهم مريضة ولا أختك ولا باباك ولا حتى نفسك، لكن في نفس الوقت لابد أن تلتمس الأعذار لأخيك الطبيب أو لأخيك الممرض أو حتى لأخيك الحارس اللي تجده في الباب. لابد هو راه آناء الليل وأطراف النهار دائما خدام دائما في المستشفى، فمن المفروض أن تعينه بلطفك. ما قال لك جيب لي والو، على الأقل بحسن المعاملة. نعم حسن المعاملة هذه لابد أن نكون عليه، ولابد أن نحث ونحض عليها، لأنه كثيرا اليوم ما نحتاجش إلى قانون أنه يلزمني أنه ما نسيئش للطبيب. أنا فقط أخلاقي الإيمانية، أخلاقي الإسلامية، أخلاقه الجزائرية، عنده رجلة عنده نيف، فمن المفروض أنه يتعامل مع الآخرين بلطف لا بخشونة. وبين ذا وبين ذا وذاك كان قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى. لابد من الإنسان يرضى بما قسم الله له ويرضى بما قدر الله له، لكن هذا ما نأخذهش في الجانب السلبي، لأنه كثير من إخواننا يقول لك على شيء كمامة وعلى شيء آخر اللي مقدرها ربي مقدرها، لكن كل شيء بأسبابه، الرزق بأسبابه، الهداية بأسبابها، المرض بأسبابه. فالإنسان ما يخش النصوص هكذا ويلويها كما شاء، وإنما عليه أن يأخذ بفهم الفقهاء، بفهم العلماء، بفهم لجان الفتوى التي اليوم تجدها تجتهد من الشرق إلى الغرب. علماء الجزائر يعني 48 ولاية وهيئة تنسق على مستوى الوزارة من أجل باش تجيب لك فتوى، وانت تجي في آخر كلام تبدأ أنت لا علم ما قريت ما اجتهد، يعني حتى أمورك الذاتية اللي أمور اللي تقوم بها مع أهلك أو مع زوجك أو مع نفسك عباداتك ماكش تقوم بها، فلا تستطيع أن تتكلم عن الآخرين عن أئمة أو عن أطباء أو عن شيء. وآخرها قل إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه العشر الأوائل من ذي الحجة نتكلم عن الأعمال الصالحة ونقول نفعل كذا ونبتعد عن كذا، لكن خلاصتها وشنو هي؟ أنه لا بد من توبة ولا بد من إنابة ولا بد من عودة إلى الصراط المستقيم. آخر نداء في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فمن المفروض نحن في هذه الأيام نتسارع إلى التوبة والإنابة والعودة إلى الصراط المستقيم، خصوصا ونحن نعيش هذا العام ما كاش موسم حج، لكن كاين أعمال تضاهي الحج، كاين أجر كاين ثواب كاين مغفرة كاين يعني كثير من الأعمال باستطاعتنا أن نقوم بها. فقط
نخلص النية ونعرف أن يرتبط ذلك بالإخلاص. تبارك وتعالى رقيب ويكتب أعمالنا ويكتب ما نقوم به. الله يبارك فيك أستاذنا. اتصال آخر، أم عماد من وهران، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أخ. أهلا أم عماد، السلام عليكم. تفضلي أم عماد. الديكور جميل وهذا التغيير، الشكر إلى كل من ساهم في هذا الديكور. تفضلي. نعمة هذه الأيام العشر نعمة عظيمة لا يدرك قيمتها إلا التقاة والصالحون والمؤمنون. كون أن هذه الأيام المباركة هي أيام غالية نفيسة، لابد على الإنسان أن يستغلها وأن يهتم ويعتني بها. صحيح. فيحاول أن يقوم ببعض الأعمال في هذه الأيام، مثلا كالذكر والتهليل والتسبيح والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصيام إن أمكن إن كان الإنسان في صحة جيدة، الصدقة كذلك، الصلاة صلاة النوافل وغيرها من العبادات التي ينال بها الإنسان الأجر الكبير كذلك والثواب. هي أيام قليلة، 10 أيام من 365 يوم، لا ندرك قيمتها إلا بعدما تفوت. لذلك علينا أن نهتم كما قلت، وعلينا أن نزداد من أعمال خير فيها. وأهم عمل نقوم به كما ذكر الأساتذة وذكر المتصل العفو هو التوعية من هذه الجائحة ومحاولة العمل بنصائح التي تقدم لنا. ونتمنى السنة المقبلة أن نعيش هذه الأيام العظيمة في هذه المواسم الدينية نعيشها ونحن قد انتهينا من هذا المرض وذهب المرض إلى الأبد. وشكرا للأخ اليمين. الله يبارك فيكم عماد على هذه المشاركة. أم زينب من تيزي وزو، اتصال آخر، السلام عليكم. أم زينب. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام الأوائل من ذي الحجة. وإياك إن شاء الله يا رب. يا رب. الآن أستاذ أريد منكم نصيحة إذا ممكن. تفضلي. الأساتذة. تفضلي. يقال بأن في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة من المستحسن أن تكون صلة الأرحام أكثر. وأنا في هذه الأونة الأخيرة مع خلافي مع أمي، فهي كلما تقربت إليها وأحسنت إليها هي أساءت إليها، وذلك لأنها مع خلاف مع زوجي. والآن في هذه الأونة الأخيرة في هذه العشر الأواخر لا أعرف كيف أعمل لكي أواصلها، وكلما وصلتها تكون مشاكل في بيني وبين زوجي. الإشكال يعني بين الأم والزوج يعني في المقام الأول. نعم في المقام الأول، فهي لا تستحمله، وكذلك كلما رأتنا في حالة جيدة تحاول أن تعكر لنا الميزات تاعنا وتحاول أن تعمل مشاكل بيننا. تكون بعيدة عليكم الأم؟ لا، المشكلة هي قريبة منا. وتكون ومالفة تزوركم؟ لا، مش هي اللي تزورنا، أنا نزورها بزاف، أنا نمشي ليها. طيب. في هذه الأونة الأخيرة ما رانيش نمشي لها باسكو صرا مشكل، غير كيما صرا مشكل دونك هذا المشكل خلاني ما نمشيش لها باش ما تكونش مشاكل في البيت الزوجية عندي. طيب الوالد مازال حي؟ لا، هي تعيش لوحدها، الوالد ميت ولكن طبعها شوية جاي صعب. وعندها إخوة؟ نعم عندها عندي اخواتي البنات. لا الام يعني اخوالك وخالاتك. نعم عندها، ولكن هي مشكلتها في هذه تحصيلة الرحم لا تعمل لكي تقوي هذه الصلة، انما دائما تعمل مشاكل في العائلة بينها وبين اخواتي وبين كل من يدور بها. ما عندهاش واحد تسمع لكلامه مثلا ولا تحشم منه مثلا؟ لا تخاف من أي أحد ولا تسمع لأي أحد، دائما تقول هي كلمتي هي الأقوى، وهي تصلي وتصوم، ولكن في هذه تحصيلة الأرحام والإحسان ليس عندها علاقة أبدا. إن شاء الله سيجتهد الأساتذة في إعطائك نصيحة، إن شاء الله
تكون الأمور في هذا العشر الأوائل إن شاء الله كمناسبة تتقرب فيها الأم إليك وتتقربين إليها إن شاء الله وتكون صلة الرحم إن شاء الله. شكرا. الله يبارك فيك، ابقي في المتابعة أم زينب. أستاذ محمد. نعم. أنا حالة اجتماعية يعني في قد توجد في كثير من بيوت الجزائريين هذه المشاكل إن صح التعبير، وفيه دائما محاولة من طرف ولكن الطرف الآخر قد يمتنع إن صح التعبير لكل تلك المحاولات. خلينا نبدأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، وهذا يعني في غير الأرحام. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه رجل يقول له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال: إن كنت كما تقول، إذا فعلا الكلام ذاك دول فيه راه صحيح، فكأنما تسفهم الملة ولا يزال لك عليه من الله ظهير، كأنك تلقي في وجوههم جمرا حارا، وإن الله عز وجل ينصرك دائما عليه. في هذا يعني بيان واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن ما يقوم به ذلك الرجل. إن كنت كما تقول، وإن كان الأمر كما تقول، يعني إذا كان فعلا ترك أنت تصلهم وهم يقطعونك، أنت تحسن وهم يسيئون، فأنت أفضل حالا وأنت الأعلى عند الله عز وجل مقاما في الدنيا وفي الآخرة، أنك أنت تلقي على وجوههم جمرا حارا يوم القيامة، ونسأل الله تعالى العافية والمعافاة. ولا يزال عليك لك عليهم من الله ظهير، معناها أنت دائما المنتصر عليهم في الدنيا وفي الآخرة أيضا. لكن حينما يتعلق الأمر بالأم، الأم التي بلغت من الكبر عتية، تحدثنا ربما في حصة سابقة عن بر الوالدين: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. معناها الأم مقامها يختلف تماما عن مقام بقية الأقربين. أن نقول لك يا أختي، أولا مشكلتك استطعت تشخيصها، واللي يقدر يشخص المشكلة فهذا نصف الدواء. مشكلتك بين الوالدة وزوجك، وكلما رأت والدتك أنت وزوجك في حالة من الانسجام إلا أرادت أن تعكر ذلك الانسجام. هذا ما فهمته على الأقل مما طرحت من إشكال. فالآن ما أريد أن أنبهك عليه أنه زوجك ليس واجبا عليه أن يصل أمك، ما هوش محتم عليه باش يروح يزور الوالدة تاعك. أنت واجبك أن تبري والدتك، معناها لازم تكوني بارة بالوالدة، بصح زوجك ما هوش محتم عليه باش يروح، خاصة أنك ذكرتي أن الوالدة لا تأتيكم إلى بيتكم وأنت التي تذهبين وزوجك إلى بيت والدتك. خلي زوجك يبقى في داره، وربما في المناسبات كعيد الأضحى عيد الفطر ربما يروح يبارك للعيد أو يزور، أو في هذه المناسبات من باب الصلة، حتى ما يقولوش هذا قطع علينا ولم يعد يزورنا إطلاقا. لكن في بقية الأيام مش لازم. أنت مع والدتك الآن، مهما قالت لك الوالدة، مهما سبتك، ولا أعتقد أن الأمر وصل إلى هذه الدرجة، مهما تحدثت فيك، مهما عنفتك، فلا تردي على والدتك إلا بالحسنى. شوفوا ربي سبحانه في معاملة الأولياء: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. معناها مصاحبة الأباء ومرافقة الأباء، الأم للأب، هي متميزة جدا حتى ولو كان كفار. يقولوا لك أكفر بالله عز وجل، هنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. دائما أحسني إلى والدتك، وإذا أساءت إليك لا تتلقي تلك الإساءة ربما تأثر فيك نفسيا ويحز في نفسك الأمر، اعتبري باللي الوالدة والغالب يعني في غالب الأحوال هي ربما أمراض نفسية، هي ربما عقد نفسية، حتى اعتبري باللي الوالدة تاعك مريضة. واحد مريض، واحد استسمحك بين قوسين قد لا تصل إلى درجة فقدان العقل والجنون، واحد مجنون يسبك، هل تتأثر؟ لا تتأثر، معناها ما عندها حتى قيمة سبته، الإنسان غير العاقل ما عندهاش قيمة. فقياس مع الفارق بالطبع، ونحن نقدر علاقتك بوالدتك وحرقتك، ربما حتى وانت تتحدثي بين من صوتك حتى البكاء انك متأثرة بالشيء اللي راه العلاقة اللي راه بينك وبين الوالدة تاعك. انت أديمي الإحسان إلى الوالدة، ومهما قابلتك بالإساءة
تقبلي منها الإساءة كأنها تعطيك تفاحا أو عسلا. وإحنا دائما المعروف المثل يقول لك الحجرة من يد الحبيب تفاحة. فأنت أيضا مهما سبتك الوالدة أو أساءت إليك اعتبريه تصرف عادي من والدتك وقبليه منها ولا تحملي همه، وربما إحسانك هذا المتكرر قد يجعل الوالدة من تعدل من سلوكها وتحسن إليك في قابل الأيام. ونسأل الله تعالى أن ينزل الرحمة في هذه الأيام، وادعي الله سبحانه وتعالى. نحن دائما نعطوا الأشياء المادية صح التعبير، العلاجات، يلا هذا كيفاش دير وهو كيفاش دير، والذي يؤلف القلوب هو الله سبحانه وتعالى. صح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قلوب العباد معلقة بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون فيكون. فأنت هنا ادعي ربي سبحانه، قول يا ربي حنن قلب خصوصا والدتي في هذه الأيام المباركات. نعم، في هذه الأيام المباركات، ومهما قالت الوالدة أقبلي منها هذا الشيء، وحدي شيئا ما من علاقة الوالدة مع زوجك، خلها غير في المناسبات دون أن حتى لا تتفاقم. ربي يصلح الأمور إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين. بارك الله فيك أستاذنا. نتوقف مع فاصل إنشادي، نعود بعده لمواصلة النقاش إن شاء الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله.
الصلاة والسلام. سعداء جدا بأن نستأنف وإياكم مشاهدينا الأفاضل نقاشنا حول فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة في هذا البرنامج، برنامجكم وصال المباشر الذي يأتيكم من قناة القرآن الكريم، القناة الخامسة للتلفزيوني الجزائري. أستاذ عبد النور، نتحدث عن الأعمال، نتحدث على ما يرافق كذلك هذه الأعمال، أعمال البر، وهي مسألة الإخلاص لله سبحانه وتعالى في أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. لا شك بأن يعني الإخلاص هو شيء ضروري ولا بد منه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الذي يحفظه الكثير من الناس والذي نجده الباب الأول من أبواب الحديث، كل مصنف للحديث إلا وتجد هذا الحديث هو الأول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ونجد في القرآن الكريم الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نجد كذلك يعني الآية يعني اللي هي نستطيع أن نقول يعني قاعدتها عامة أو عريضة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالدنيا هي مرحلة من المراحل التي يعيشها الإنسان، المكان النهائي هو إما الجنة أو إما النار. فمن المفروض أن الإنسان في هذه الأيام دائما يجتهد، حتى وإذا كانت النية هذه مرة على مرة تخطئ، الإنسان لابد أن يصححها. مرة على مرة الإنسان ربما تكون عنده حظ من حظوظ النفس، لكن الإنسان دائما لابد أن يصحح نيته ويجعلها خالصة لله سبحانه تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. في نفس الوقت كما تكلمت قبل قليل عن الأناس الآخرين الذين تفرغوا لقراءة نيات الآخرين، كذلك هؤلاء لابد أن لا ننساهم، لأنه كثير من الأعمال ولا يعني خصوصا في العمل الميداني في المساجد ولا حتى في عائلاتنا، كثير من الناس يقول لك هذا العمل تاعه قصده كذا وكذا، هذا العمل تاعه قصده كذا، العمل هذا كن داره في السر خير. والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم وأجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما تكلم الأستاذ قبل قليل على يعني الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني احنا الذي لابد أن نتنافس فيه هو فعل الخير وإخلاص النية لله سبحانه وتبارك وتعالى، وفي نفس الوقت ما نقراوش نية الآخرين، نخلوهم لله سبحانه تبارك وتعالى. ولابد من الاجتهاد أكثر فأكثر، لأنه احنا كاين مرات في مجتمعنا كاين اللي يشتغل بمعالي الأمور وكاين اللي يشتغل بسفسافها، كاين اللي عنده علو الهمة وكاين اللي غير شوية بر قيس قيس. وإحنا من المفروض أن الإنسان دائما يجتهد. إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، مشي فسألوه الوسيلة، لأنه هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ومشي يدعي الله عز وجل في هذه الأيام يقول: اللهم اجعلني من العشر المبشرين بالجنة. فالإنسان عليه كذلك دائما أن يتعلم الدعاء ويعرف ما هو الهدف، لأن الإنسان إذا عرف هدفه
سوف يعرف الطريق الذي توصل له، يعرف بأن العمل سيوصل، ويعرف بأن الإخلاص كذلك لابد في العمل، ولابد يعني دائما الأعمال لابد أن نخلص فيها، خصوصا الأشياء اللي تكون ظاهرة لابد للإنسان أن يخلص فيها إخلاصا لله سبحانه تبارك وتعالى. فالزمن زمن عبادة، الزمن زمن تنافس، الزمن هو فرصة من الفرص، وهو منحة من المنح. احنا ربما نشوفها أنها منحة أو محنة، لكن هو في نفس الوقت هو محنة ربانية أعطاها لنا الله سبحانه وتبارك وتعالى. والله عز وجل دائما يحط لنا الآيات اللي نشوفها، أفلا يعقلون أفلا يبصرون، يحط لك قدامك شوف، وانت قارن نفسك، راك تشوف اليوم الناس تموت في الليل وفي النهار، يكون يمشي حتى يموت، شوف إنسان راه في ضيق، شوف يعني كثير. قبل قليل تواصل معي أحد من المدن الداخلية، قال لي مريضة أو ممرضة توفت، كانت يماها عندها كورونا، توفت هي وزادت يماها التحقت بها مرة. الله يرحمه. فمن المفروض أنه هذا الزمن زمن فرص وسوانح ونتنفسوا فيه. على أولا احنا نمتثلوا الأوامر الطبية، وهي فتاوى شرعية، الإنسان ما يبش راسه في حاجة أفتى فيها الأطباء وأفتى فيها العلماء وأفتى فيها يعني الفقهاء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كل واحد في المجال تاعه. فالإنسان لابد أن يمتثل هذه الأوامر، وكون قدوة للآخرين. إذا رك إمام دير كمامة في الطريق، إذا رك إنسان مريض دير، هذه الأشياء خليونا نعلمها للآخرين. كاين مرات التربية بالتلقين، وكاين مرات التربية بالقدوة. لما الإنسان يشوفك راح يدير كيما أنت، ودائما ربما القدوة تدي منها الأجر أكثر ما تقول كلمة. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. يقدر الإنسان يتأثر بشيخ زغداني، يشوف يدير عمل هو يدير، يقول أنا شيخ زغداني هو يدير العمل هذا ندير كمامة، فإذا به شيخ زغداني يدي الأجر تاعه والأجر تاع الإنسان اللي قلده. لذلك الزمن زمن عبادة وزمن طاعة وزمن فيه منحة ومحنة، فلا بد أن نتنافس فيه، ودائما ديداننا الإخلاص لله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الأعمال. الله يبارك فيك. كما أشرت أستاذ، ربما ما يتاح لنا في هذا الوقت، في وقت الحجر الصحي، الكثير من الناس له الكثير من الأوقات، أوقات الفراغ، ربما هذه سانحة لأن يلتزم بحفظ القرآن الكريم أو تلاوة القرآن الكريم، أن يجمع كذلك أهله على الذكر، على قراءة القرآن الكريم. وفي هذا الباب أستاذ محمد، ربما إشراك الناس كذلك في العمل الخيري، ما يعين الإنسان على الالتزام كذلك بهذا العمل الخيري وهذا العمل الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك أجرا يناله مع المجموعة التي يكون فيها، خصوصا ربما الأهل والأبناء إلى غير ذلك. إشارة ربما منكم إلى أن قوا أنفسكم وأهليكم، أن نجمع أهلنا كذلك على الطاعة في هذه الأيام. أكيد هو حرص الإنسان على أن لا يفوت العشر الأولى من شهر ذي الحجة على صعيد فردي، لابد أن يوسعه على العائلة ككل، ما يكونش أناني في العبادة تاعه، لأنه بعض الناس للأسف الشديد يعني حينما كانت المساجد مفتوحة تجده يتسابق للصف الأول ولا يدري هل ولده وابنته وزوجته صلوا الصلاة أصلا أم لم يصلوها، والأصل لا، كما ذكرت قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت مسؤول ابتداء عن نفسك ثم عن أهلك، وإشراك الأهل أولا بالتزامهم بكل هذه القواعد الوقائية التي ذكرناها من قبل، خصوصا في ظل هذه الجائحة والتي فقدنا منها الكثير. ربما في بدايات الجائحة كنا نسمع أنه بعض الناس قد ماتوا، نعرفهم أرقام، الآن نعرفهم أسماء ونعرفهم أشخاص ونعرفهم من الأقربين ونعرفهم من أعز الأصدقاء، وربما فيهم من فقد والده والدته أخاه أخته، معناها لم يعد الأمر مسألة حديث افتراضي إن صح التعبير، هو حقيقة واقعة نعيشها بشكل يومي. فنبدأ مع أسرتنا أن نقيها هذا الشر وهذا الوباء، ثم إن كان هنالك من إسهام لهذه الأسرة في تخفيف ألم، في مداواة إنسان، في مساندة إنسان دعمه ماديا أو معنويا، فدائما نجعل أبناؤنا يشتركون، نعلمهم من خلال ما نعمل لا من خلال ما نقول فقط، لأنه كما كررناها أكثر من مرة في هذا المنبر أنه أبناؤنا يتعلمون مما يرون أكثر مما يتعلمون مما يسمعون. قل له افعل وافعل وافعل وافعل، يعني استجابته تكون بسيطة، ولكن إذا أخذت بيده ورافقته في الفعل فهنا سيقوم.
ولذلك في مسألة الصلاة علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها في عشر، هذه ثلاث سنوات ماكش تقول له روح صلي، تقول له رواح نصليه، نصلي معا سواء في المسجد أو في البيت أو في غيرها، خصوصا في هذا الوقت في البيت نجمع أبنائنا وصلي بهم جماعة، نقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل، نتذاكر ونذكر، نغتنم هذه الفرصة لنصوم صوم جماعي ونفطر جماعيا، وهكذا حتى تكون هذه العبادة وهذه الأسرة عابدة لله سبحانه وتعالى. والبيت الذي يذكر فيه الله عز وجل تهرب منه الشياطين. احنا دائما في مسائل المشاكل الزوجية والمشاكل الأسرية بشكل عام نسأل الإنسان، هل تذكرون الله عز وجل في بيتكم؟ هل تقرؤون من القرآن؟ هل تصلون معكم؟ يقول لك لا. فكيف الشيطان عشش داخل البيت؟ وأهم ربما نسميه امتياز يناله الشيطان حينما يفرق بين اثنين، وخصوصا إذا كان زوجين، إذا لقاكم أنتم غافلين عن ذكر الله عز وجل فسيدخل ذلك البيت ويعشش فيه. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام، من دخل داره فذكر الله ماذا يقول إبليس الذي كان يرافق الإنسان وهو خارج البيت؟ يقول لا طعام ولا مبيت لكم اليوم، أي خلاص هذا وهو داخل ذكر الله عز وجل. لكن الإنسان الذي يغفل ولا يذكر الله تعالى وهو يدخل بيته، يقول الشيطان يعيط لأصحابه هلموا لكم الطعام والمبيت في هذا البيت. وقس على ذلك داخل البيت حينما نذكر الله عز وجل ونتذكر فيما بيننا فإن إبليس لا يبقى له مجال، لكن إذا غفلنا فإن إبليس يشتت بين المرء وزوجه وبين أبنائه وتحدث هذه القلاقل والمشاكل التي تحدث في بيوتنا للأسف الشديد. إذا ذهبنا إلى العمل الخيري اللي هو خارج البيت الآن في هذه الفترة خصوصا، نصيحة يعني، هناك من أصبحت العمل الخيري بالنسبة له كالهواء يتنفسه، كي الناس وفعلا هي لذة العطاء كما تسمى، لذة العطاء التي لا يدركها إلا من قام بها، إنسان كيعود مساهم في عمل خير لا يستطيع أن يتوقف عنه، كأنه يصبح بين قوسين إدمان، يعني حينما لا يقدم خيرا للناس يحس باللي كان حاجة نقصته. في هذه الفترة خصوصا جنبوا أبنائكم، لأنه في ظرف الجائحة وظرف ولا تكون احتياطات احترازية من أجل وقايتهم أشد ما يكون، لأنه المرض لا يفرق بين قوي وضعيف، بين صغير وكبير، فأنتم احتاطوا لأبنائكم، احتاطوا لأنفسكم، واسألوا الله عز وجل أن يقيكم الشرور. احنا دائما تحت لطف الله عز وجل ورحمته ووقايته سبحانه وتعالى للناس، ندعو الله عز وجل أن يقينا هذا الشر، فإذا حل صبرنا وتداوينا، مش مثل بعض الناس الذين لا يصدقون ربما بوجود الوباء ثم إذا مرضوا قد يقول لك الشافي هو الله وغيرها من الكلام الذي يتنافى منافاة تامة مع الأخذ بالأسباب، مع التوكل على الله سبحانه وتعالى وغيرها من البديهيات التي ندركها في ديننا. الله يبارك فيك أستاذ محمد. أستاذ عبد النور، لعلنا نشفع كل هذه الأعمال والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، والدعاء هو عبادة لله سبحانه وتعالى، فخصوصا في هذه الأيام هي أيام المباركات ومقترنة كذلك بهذا الظرف الاستثنائي، ما حاجتنا إلى الدعاء في هذه الأيام؟ نعم، حاجتنا إلى الدعاء وقبلها إلى القرآن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فمن المفروض أن الإنسان وهو في بيته وهو جالس في هذه الأيام أن يملأ فراغه بقراءة القرآن الكريم هو والأبناء تاعه، وأن يتوقف عند آي القرآن الكريم، ماشي يقراها مرورا به مرة اللئام، ماشي مرة الكرام، لأنه الكريم إذا أكرمته ملكته، أما اللئيم إذا أكرمته تمرد. يقف عند آي القرآن الكريم، قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات، رتل وجود ما استطعت حروفها وابسط فؤادك إنها النفحات، هذا الكتاب فقم به متخشعا متدبرا تصفو هناك عظات، هذا الوحي المنزل لا دجى يبقى لديه ولا ترى ظلمات، نزل الأمين على الأمين به فلا شرف أجل لأنه الكلمات، وحي بربك لا يقوم إزاءه وصل ولا تتصدع اللبنات. في آخر هذه الأبيات يعني وصل يقول فيها وصل بربك لا تقوم إزاءه وصل ولا تتصدع اللبنات. فمن المفروض أن الإنسان في هذه البلية أو في هذه المصيبة أن يكون دائما يعني لله سبحانه وتبارك وتعالى، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبي، الله يغضب إن تركت سؤاله والعبد إذا سألته تراه يغضب. لو الإنسان علق حياته نفسه مع الله سبحانه وتبارك وتعالى لا أمشى في كثير من الأمور. فغير المعقول أن الإنسان لا يدعي الله سبحانه وتبارك وتعالى أنا الليل وأطراف النهار، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة
وقالنا وقال ربكم في القرآن الكريم وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الدعاء اللي حفظوه الناس هذه الايام كلها اللهم يا رب ارفع عنا البلاء وادفع، اللهم يا رب ادفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء وادفع عنا الوباء، فمن ادفع عنا البلاء. فمن المفروض ان نتعلم الدعاء ونختار الاوقات المناسبه. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بانه اخر في ثلث الليل ينزل الله سبحانه وتبارك وتعالى ويقول هل من داعي فاستجيب له الى، او كما جاء في الحديث. فشيء مهم ان الانسان يدعي الله سبحانه وتبارك وتعالى ويتخذ الاسباب، لانه كثير من الناس ما يعني يدي جهه ويخلي جهه، فالانسان عليه ان يكون عمله متكامل، الدعاء، اسباب الوقايه، قراءه القران الكريم، الموعظه الحسنه، الارشاد، كل هذه الاشياء يبتغي بها وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، سواء في هذه العشر الاوائل من ذي الحجه او في غيرها من الايام، لابد ان نخلص لله سبحانه وتبارك وتعالى، ولابد ان نتوجه له بالدعاء. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب احفظ بلدنا هذا واجعله امنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب ارفع عنا هذا البلاء، واحفظ اللهم اباءنا وامهاتنا وجيراننا واخواننا واحبائنا وكل من اطاع الله سبحانه وتبارك وتعالى ووحده. نسال الله في هذا المقام، نسال الله اللطف فيما قدر. بارك الله فيك استاذنا. واشاره ربما حتى وان لم يكن الانسان يحفظ يعني دعاء هكذا ماثور، يدعو بحاجته باللغه التي يتقنها بالطريقه التي يتقنها، المهم ان يكون في ذلك يقين بان الله سبحانه وتعالى يسمعه وبان الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. هذا ربما ما علينا ان نفعله خصوصا في هذه الايام المباركات. استاذنا استاذ محمد، حتى كذلك ونحن نقترب من عيد الأضحى المبارك وهي عشرة أيام، الناس تتوق إلى هذه المناسبة كذلك، وفيها تحضيرات ربما مادية كما أن لها تحضيرات روحية وروحانية كذلك، حتى نجمع بين الأمرين وحتى تكون هذه كذلك فرصة لأن نزيد قربا من الله سبحانه وتعالى وما فيه العيد من تراحم وتعاطف بين الناس إلى غير ذلك من الأمور التي يحملها المعنى الحقيقي للعيد، عيد المسلمين. نعم، هي فرصة ربما لنذكر أولا من ناحية المادية، لا نغتنم هذه الفرصة، خصوصا الذين يبيعون أو يعيدون البيع من الذين يتاجرون في الكباش ولا في الخرفان ولا في الضأن ولا في البقرة ولا في غيرها، لا يغتنم من الفرصة ليغالوا على الناس، خصوصا في هذه الجائحة تحديدا. ربما وأنا أستمع لأحدهم هذه الأيام يتحدث عن الأضحية، هل الأولى هي الصدقة بثمن الأضحية ولا أن يضحي الإنسان بالأضحية ذاتها؟ ليس هناك أي علاقة ربما وأي وجه مقارنة بين الأضحية وثمنها. تصدق بما شئت من مال، لكن أحب الأعمال التي تتقرب بها إلى الله عز وجل صبيحة العيد هي إراقة الدم، هي الأضحية. معناها تقول لي نصدق ولا نشتري أضحية، نقول لك اشتري أضحية، اشتري أضحية وتصدق بها على فقراء، فهذا مقبول. أما أنك تمد دراهم مال وتقسمه بين الناس 20,000 20,000 20,000، فهذا لا 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 تعدل أجر الأضحية في شيء. فعليك أن تشتري أضحية، أن تضحي بها ثم تتصدق بجزء منها أو تتصدق بها كلها قبل الأضحية أو يوم الأضحية أو بعد الأضحية، فكله سواء، يعني كله فيه أجر بإذن الله سبحانه وتعالى. العيد شرعه الله عز وجل ليفرح الناس جميعا. وشوفوا من حكمة الله سبحانه وتعالى، سواء في عيد الفطر ولا في عيد الأضحى، في عيد الفطر شرع الله عز وجل عبادة لا يتم صيامك وأجر صيامك إلا بها، هي زكاة الفطر. علاش؟ حتى يفرح الناس كلهم. أنت راك فرحان صايم، أعطاك الله عز وجل ووسع عليك ودخلت العيد، أيضا هذاك الفقير اللي صام رمضان كامل تعطيه شيئا من مال حتى تغنيه عن السؤال في ذلك اليوم ويفرح حتى هو بعيد الفطر. في عيد الفطر أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقسم إلى ثلاث أثلاث. هل هي ثلاث أثلاث متساوية ولا غير متساوية؟ الأمر فيه خلاف كبير، وأنا أقول الأمر فيه سعة. ثلث لنفسك وعيالك للتوسعة، ثلث للهدية للإهداء وتهاد تحابك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأقارب والأحباء وغيرهم، وثلث للفقراء والمساكين. يعني لا يستقيم أنه تذبح الأضحية وعندك جيران ربما لم يضحوا وتستأثر بها كلها لنفسك، أو حتى تستأثر بها لك
ولعائلتك الكبيرة والصغيرة وتهدي منها ولا ينال الفقير منها شيئا. هذا ما تسماش أضحية، ما عندهاش طعم يعني بالنسبة للإنسان المؤمن الذي يحس بحاجة أخيه خصوصا في هذه الجائحة وفي هذه الضائقة. فهنا حتى يفرح الناس كلهم تتصدق بجزء منها صغير كان أو كبير، المهم تدخل الفرحة على قلوب هؤلاء الفقراء والمساكين. وإن لم تكن يعني ما عندكش المال الكافي لتضحي فلا تجزع، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأثر ضحى بكبشين أملحين أقرنين وقال اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وقال في الثانية اللهم إن هذا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم على طول الزمان. نعم، ويفهم منه أن كل الفقراء على مر الزمان ضحى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهم أجر الأضحية بإذن الله سبحانه وتعالى، خصوصا الناس اللي كانوا عندهم سعة من أمرهم وفي هذا العام الجائحة تسببت في ضعف ذات اليد واردين. نعم، ضعف ذات اليد وما قدرش يشتري الأضحية ويتحصر كيفاه ما يقدرش يضحي هذا العام، نقول له يعني لا بأس عليك. حتى بالنسبة وهذا ما أفتت به لجنة الفتوى الوزارية، الإنسان الذي يخاف أنه يصاب بعدوى سواء أثناء شراء الأضحية كيروح للسوق أو أثناء ذبحها يجيه إنسان للدار باش يذبح ويخاف من انتقال العدوى أو الظروف العامة ما تسمحلوش ويخاف يقول كان المرض استشرى وكذا، فهذا لا حرج عليه وتسقط عنه الأضحية وله أجرها بإذن الله سبحانه وتعالى، خصوصا كما قلت الذي تعود على فعل الأضحية. دائما حتى في مسألة التوسعة على الفقراء والمساكين، نحن في الأعياد دائما نحب أن أبناؤنا وأولادنا يظهرون بأحسن مظهر، وربما كان الناس كثيرين الآن يشترون لأولادهم كسوة العيد، فأيضا تفكر في الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل خصوصا حتى تفرج عنهم وتساهم في إدخال الفرحة والسرور عليهم، لأنه هذا بهذا تكتمل فرحة المسلمين. أكيد. العيد فرحة ولا تكتمل إلا بتعاوننا جميعا على إدخال الفرحة والسرور على قلوب المحتاجين خصوصا، وأن تقاسم وتشارك الفرحة الآخرين. نعم. ذلك مدعاة إلى أن تكون كاملة. بارك الله فيك أستاذ محمد على كل ما قدمته. أستاذ عبد النور لك الشكر الجزيل. لكم الشكر مشاهدينا الأفاضل على وفائكم على بقائكم معنا ومتابعتكم لبرنامجكم وصال من قناة القرآن الكريم. دمتم أوفياء لباقي البرامج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.